السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانفا موقع قوي جدا، تقدر من خلال تعمل برزنتيشن، تقدر تعمل صور، تقدر تعمل فيديوهات. من ضمن التولز اللي موجودة فيه، هو فيه عشرات التولز، في ماجيك ستوديو، ودي تجميع لبعض الأدوات اللي بتشتغل بيه الذكاء الاصطناعي جوه كانفا. يعني كانفا مديك إمكانية إن أنت تبرمج حاجة جوه كانفا. ممكن تقول أنت مثلا بتعمل زي توليد الصور من خلال تكست، فدي حطيناها برضو موجودة في كانفا، تقدر ان انت تختارها. هتلاقي تولز كتيرة جدا جدا فوق ما تتخيل، تعدلك في الصور. مثلا صورت صورة، فهو يبدأ ان هو يحذف لك الخلفية، ويبدأ يحط لك مثلا خلفيات اخرى، بحيث ان انت تقدر تعمل تسويق للمنتج بتاعك. في تكست وفيديو، ده موجود جوه كانفا نفسها. تمام، هنفتحها كده كمثال عشان نفهم بس الفكرة بتاعتها عاملة ازاي. وفي تكست تو ايمج اند جرافيكس، مجرد ان انت تديله تكست يبدأ يعمل لك الايمج اند جرافيكس. صورة التعديل، ممكن يكون عندك صورة فتقول له طب اعمل اكسباند، يعني تخيل اللي حواليها، فيبدأ يعمل لك صورة متناسقة، الناس تحس ان دي صورة حقيقية. في برضه ماجيك اديت، ان انت تتعلم على جزء وتقول لهم احذفه او عدلوا الجزء ده بحاجة تانية. ممكن مثلا طبق فاكهة، فتقول له بدل لي الموز بخيار بطماطم زي ما انت عايز. يعني في مثلا حاجة زي كده تتعلم عليها، يبدأ ان هو يحذفها، يحذف لك الخلفية، يعمل لك انيميت للصور بتاعتك والتصميم بتاعتك. فاحنا مش بنتكلم على مواقع، احنا بنتكلم على موقع واحد فيه الحاجات دي. في برضو ماجيك رايت، ترفع صورة ويبدأ ان هو يقول لك يوصف لك الصورة، او ممكن تقول له اكتب لي مقالة عن كذا، فيبدأ ان هو يكتب لك. ممكن تقول له مثلا وصف المنتج، وتحط بقى مع المنتج اللي احنا كنا عملناه قبل كده. فمن خلاله تقدر توصل لديل ايه، تقدر توصل لتحسين الصور، تقدر توصل لأدوات خاصة بالصوت، ميلودي وميوت، في سكتش تو لايف، يعني ترسم حاجة سكتش ويبدأ يحولها لك لصور. في ممكن تديله اي صورة مثلا يبدأ يعمل لك كيو ار. دي بقى اسعار الاشتراكات. طيب ممكن نيجي مثلا على ماجيك ستوديو خاص بالفيديوهات. كل عليك ان انت تبدأ تكتب وصف الحاجة اللي انت عايزها. مثلا ستار with moon، هو يبدأ ان هو يعملها لك كفيديو. تمام، بحيث ان انت لو عجبك تبدأ تضيفه للتصميم بتاعك. فلاقيه فعلا عمل لي فيديو بالشكل دوت. لو عجبتك ممكن تبدأ ان انت تستخدمه، ولو ما عجبكش هتقول له generate again، اعمل لي صورة تانية او فيديو تاني. تمام، الفيديو ده ممكن بعد كده تقييمه، تبدأ ان انت تستخدمه. ادينا ضفناه مثلا للبرزنتيشن هنا زي ما انت عايز. طيب وبرضو هنا موضوع تحويل بقى التكست الصور، كل عليك ان انت تختار الستايل اللي انت عايزه، ويبدأ ان هو يعمل لك الصورة اللي انت عايزها. وتقدر تيجي هنا تقول له اعمل لي كذا صورة اكتر من كده، او اعمل لي فيديو. فكل ده احنا ما خرجناش من كانفا. فهسيب لكم لينكات اسفل الفيديو، اتمنى تعجبكم ان شاء الله. سلام.